اعتقد بانه الوفاق ما تعلق بالمسؤولين قبل الحديث المسؤولين، لابد ان نتحدث عن الامكانات الماليه. اليوم الوفاق للاسف لا يملك شركه، الوفاق لا يملك اموال. انا اقصد المسؤولين في الدوله لم يوفروا له الامكانيات ليقارع الكبار. اعتقد لا، ليست امكانيات، الامكانيات هو النادي المحترف يوفرها لنفسه. اعتقد تقول لي ما فيش عداله في تقديم الشركات لفرق على فرق اخرى، انا اقول لك اي نعم، لكن كنا اليوم نتحدث بالاحتراف. حتى الفرق اللي عندها شركات اليوم هي شركات وطنيه، فبالحق الوفاق ان تكون له شركه. لكن اعتقد انه نكون حكم صعب وحكم قاسي ان نقول مسؤولين في الدوله تركوا الوفاق واحدا، لانه في اخر المطاف الوفاق حقق نتيجه كبيره بوصوله الى هذا الدور، الدور النصف النهائي. زيد على ذلك اعتقد بانهم اعاده النظر في الاحتراف في الجزائر، لانه النادي المحترف لا يعتمد على مداخل الدوله بل يعتمد على مداخله. لابد ان نضع كل الفرق الجزائريه سواسيه في خط واحد متوازي متساوي، ونعطي لها الفرصه لتكون متساويه في الانطلاقه. بعدها سنشاهد الفرق العريقه التي تملك التقاليد في مثل هكذا منافسات على شكله الشبيبه القبائل وعلى شكله وفاق سطيف وعلى شكله ايضا نوادي اخرى تريد ان تصنع لنفسها اسما في هذه المنافسه القاريه. اعتقد اليوم وصول الوفاق هو انجاز كبير وكبير جدا، وهذا النادي او الفريق هو بحاجه لان تكون التفاته من طرف المسؤولين الجزائريين.